بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم العفو والمسامحة في مادة التربية الإسلامية الجزء الأول للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول. قبل أن نتعرف على هذا الدرس، يتوقع من المتعلم في نهاية هذا الدرس أن يكون قادراً على معرفة مفهوم العفو والمسامحة. ثانياً، ذكر أمثلة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين على العفو والمسامحة. بداية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق الحسنة من شيم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له بذلك القرآن الكريم وسيرته النبوية الشريفة، ومنها خلق العفو والمسامحة. إذن، ما هو العفو والمسامحة؟ لدينا نشاط رتب البطاقات من 1، لدينا هنا رقم 1، و8 إلى 8 لتعرف مفهوم العفو والمسامحة، علماً بأن المفهوم يبدأ من كلمة العفو والمسامحة وينتهي أو مقدسات المسلمين. لديكم دقيقتين. إذن، العفو والمسامحة خلق محمود، بشرط، لدينا هنا شرط، أن يكون العافي أي المعتدى عليه قادراً على الانتقام، هذا الشرط الأول، قادراً على الانتقام، وثانياً أن لا يكون الاعتداء على كرامة الدين أو العرض أو مقدسات المسلمين. ثانياً، هنا سنستعرض أمثلة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم على العفو والمسامحة. حسناً، الآن سنذكر أمثلة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم على العفو والمسامحة. ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مستلقياً تحت ظل شجرة، فلم ينتبه إلا ورجل من أعدائه واقف أمامه ورافع عليه سيفه وهو يقول: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في قوة الواثق من ربه: الله. فاضطرب الرجل وأصابته رجفة شديدة وسقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على الفور ثم قال للرجل:
من يمنعك مني الآن؟ فقال الرجل: يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتركه، فرجع إلى قومه وهو يقول: لقد جئتكم من عند خير الناس. حسناً، الآن سنستعرض أمثلة من مواقف التابعين رضي الله عنهم على العفو والمسامحة. روي عن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما أن غلامه كان يصب له الماء بإبريق مصنوع من الخزف، فوقع الإبريق على رجل زين العابدين فانكسر وجرحت رجله، فقال الغلام على الفور: يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظة. فقال زين العابدين: لقد كظمت غيظي. قال الغلام: ويقول والعافين عن الناس. فقال زين العابدين: لقد عفوت عنك. قال الغلام: ويقول والله يحب المحسنين. فقال زين العابدين: أنت حر بوجه الله. حسناً، لدينا نشاط الآن يتكون من سؤالين، لديك دقيقة واحدة للإجابة عن كل سؤال مما يأتي. كيف تتصرف في المواقف الآتية؟ الموقف الأول: دفعك أحد زملائك في الطابور الصباحي فأسقطك على الأرض. الموقف الثاني: استعار صديقك دراجتك الهوائية ثم أرجعها إليك وعجلتها معطلة. والآن لكي نجيب عن هذا السؤال، الموقف الأول يا ترى، ما هو التصرف الصحيح لهذا الموقف؟ التصرف الصحيح والذي يتماشى مع أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أعفو عنه وأسامحه لأنه ربما دفعني من دون قصد. أما الموقف الثاني والذي استعار فيه صديقك دراجتك الهوائية ثم أرجعها إليك وعجلتها معطلة، التصرف الصحيح أن أعفو عنه وألتمس له عذراً. ألتمس له عذراً لأنه ربما لا يملك المال لإصلاحها. أما الآن مع النشاط الختامي، لدينا سؤال هنا: ضع الكلمة المناسبة في الفراغ لكل مما يأتي. يوجد كلمات من تعريف العفو والمسامحة، اقرأ التعريف جيداً وأكمل الفراغ بالكلمة المناسبة لكي يكتمل المصطلح المناسب للعفو والمسامحة.
إذن الجواب هنا، تأكد من الجواب. العفو والمسامحة خلق محمود، بشرط أن يكون العافي المعتدى عليه قادراً على الانتقام، وأن لا يكون الاعتداء على كرامة الدين أو مقدسات المسلمين. تابع النشاط الختامي، لدينا هنا أيضاً السؤال الثالث: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي كان يريد قتله بعدما أخذ منه صلى الله عليه وسلم السيف؟ أما السؤال الأخير: ما أثر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل؟ كيف عاد إلى أهله؟ أما الجواب هنا، جواب السؤال الثالث: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي كان يريد قتله؟ عفى عنه وسامحه. جواب السؤال الأخير بالنسبة لأثر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل: شهد للنبي صلى الله عليه وسلم عند قومه بأنه خير الناس. انتهى الدرس، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق.